تصدقون اذا اقلكم رجع اتوفر الموروكان او الجليهير؟ تصدقون اذا ارجع اقلكم اتوفر المعالج مال الشعر وبكمية لا بأس بيها. هذا الحباب، هذا المنتج الثاني بعد الريمي اللي ما جت عليه ولا شكوى، امانة الله ولا شكوى جت عليه. شنو شغله هذا؟ شنو هو وبيش؟ هذا مصفف للشعر، يشتغل للتشابك مال الشعر، يشتغل للخشونة مال الشعر، يشتغل للشعر الباهت، شعر تعبان، شعر جاف، شعر ما بيه حيوية، شعر فاقد قوته من القصر، من الكرياتين، من الصبغ، مخشب. هذا يعالج جميع المشاكل، وربي عن تجربة يعالج عن جميع المشاكل أحسن من ديش الأسماء كلها كذب وكلاوات. هذا مجرب، أخذوه على مسؤوليتي. وين ما تلقوه أخذوه ولا من عندي. غسلين شعرك، تنشفين نص تنشيفة وتخلين كمية وتدلكينها بالشعر ربع ساعة وتغسليها بالسبوع مرتين. إذا مو بداعة بعد ما أجيبه سعره 30.